العنصرية من القضايا الخلافية الرئيسية التي ينقسم حولها المجتمع الأمريكي، وهي في قلب المواجهة السياسية بين طرف ينكر وجودها وطرف يرى أنها متجذرة في عمق النظام. فما القصة؟ في السنة التي ولد فيها باراك أوباما كان يمنع على المواطنين السود الدخول إلى المطاعم نفسها التي يرتادها البيض، وذلك في ظل نظام الفصل العرقي. لكن بعد نصف قرن أصبح أوباما رئيساً، وذلك نتيجة لنضال حركة الحقوق المدنية وشخصيات مثل مالكوم أكس ومارتن لوثر كينغ وغيرهما، من الذين نجحوا في إسقاط القوانين التي تفرق بين المواطنين على أساس العرق. لكن ذلك لم يؤدي إلى إنهاء العنصرية. استمر السود في مواجهة الممارسات العنصرية المتجذرة في قلب النظام، ونشطت في هذا المجال حركات عديدة، منها حديثاً حركة Black Lives Matter أو حياة السود مهمة. بدأت هذه الحركة عبر هاشتاغ غاضب في تويتر استنكاراً لتبرئة الشرطي جورج زيمرمان، رغم أنه قتل الشاب الأسود تريفون مارتن في فلوريدا. الهاشتاغ أصبح شعاراً بارزاً في التحركات والتظاهرات التي خرجت في عام 2013 لتقول أن السود ليسوا أرقاماً أو مواطنين من الدرجة الثانية. تطورت الحركة لتصبح منظمة تواجه عنف الشرطة ضد السود وترفض استعلاء البيض كما تؤكد. خلال التظاهرات الاحتجاجية على مقتل جورج فلويد، أصبحت حياة السود مهمة عنواناً أساسياً للاحتجاجات الغاضبة التي عمت كل أنحاء أمريكا والعالم. في المقابل يدين ترامب وحزبه الجمهوري هذه الحركة ويصفانها بأنها رمز للكراهية والانقسام، ورداً عليها يرفع ترامب شعار حياة الكل مهمة. اتهامات عديدة وجهت إلى الناشطين ضد العنصرية في أمريكا، مثل اتهامهم بالشيوعية أو بالفاشية أو حتى بالعنصرية. الأبرز اليوم أن رئيس الدولة هو طرف في المواجهة ضد فئة من شعبه. رفض ترامب مراراً أن يدين الاعتداءات على المتظاهرين، بل هو يتبنى علناً مواقف اليمين المتطرف وشعاراته العنصرية.